السلام عليكم. إيران أشعلت الموقف في الداخل العراقي وتوغلت في عمق الأراضي العراقية بقواتها البرية، وهذا أصبح واضحا من تفاصيل نشرتها وكالة روداو التي ترونها خلال 48 ساعة الماضية. التفاصيل جاءت من تصريحات قادمة من عدد من القيادات الموجودة في البيشمركة، هي التي صرحت إلى روداو حول هذا الموضوع تحديدا، وهي أكدت طبعا، ويجب أن ننتبه هنا كيف هذا الأمر تم. أولا بداية بأن هنالك عملية عسكرية تقودها إيران في إقليم كردستان بالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة على الأحزاب الإيرانية المعارضة لها الموجودة في إقليم كردستان، بحجة أن هذه الأطراف تتدخل في التظاهرات الجارية الآن في الداخل الإيراني، وبأنها تصعد من توتر هذه التظاهرات. على هذا الأساس هم بدأوا بهذه العملية العسكرية منذ السبت الماضي من الأسبوع الماضي، أكثر من 13 يوما من عمليات القصف الإيرانية التي تركزت بشكل كبير على المناطق التي تحيط بناحية سيدكان، كذلك هي وصلت إلى جنوب السليمانية بهذا الاتجاه. كانت هنالك ضربات في كويا، كانت هنالك في بردية بهذا الاتجاه، الكثير من الضربات التي توزعت بين الحدود العراقية والحدود الإيرانية بهذا الاتجاه. التقدم البري الذي تحدثت عنه ونقلته شبكة روداو هو يأتي على ناحية سيدكان. دعونا نقترب من هذه المنطقة لكي نأخذ التفاصيل بشكل أدق. المسألة وأهم ما فيها بأن الضربات المدفعية والصاروخية وبالطائرات المسيرة وتحديدا المدفعية على هذه المنطقة هي أدت في نهاية المطاف بأن تكون القرى الموجودة والمتوزعة في هذه المناطق تقريبا من ناحية سيدكان أن تقوم بالخروج طبعا من قراها. السكان خرجوا من هذه القرى، نزحوا بشكل قسري من القرى التي يتواجدون فيها، 10 قرى، أكثر من 40,000 شخص خرجوا من هذه القرى طبعا بهذا الشكل. وعلى هذا الأساس تفاصيل هذا الاقتحام البري الذي جاء كما تحدثنا في 48 ساعة الماضية بدأت من يوم الاثنين الماضي، قاموا بضربات على القرى الموجودة هنا والتي لا يتواجد فيها أحد بالمدفعية، وزعوا هذه الضربات، وبعد ذلك الثلاثاء أي يوم أمس بدأت القوات البرية الإيرانية بالدخول إلى هذه المنطقة وفعلا اقتحمتها وتعدت نقاط البيشمركة الموجودة في هذه المنطقة بحسب هذه التصريحات التي نقلتها طبعا شبكة روداو. وكذلك ما يزيد الطين بلة في هذه المنطقة بأن هنالك ضربات اليوم مدفعية تركزت على نقطتين، نقطة مهمة تأتي هنا بهذا الاتجاه في وادي بربزين، وكذلك على ناحية سيدكان بالمدفعية. هذه المنطقة دعونا نقترب منها لنفهم ما الذي يجري أيضا في هذه المنطقة. هذه هي بربزين التي ترونها، وهذه هي ناحية سيدكان الواضحة أمامكم، وهي لا تبعد إلا 1.8 كيلومتر أو كيلومترين تقريبا، وبالتالي الضربات المدفعية على مناطق صغيرة مثل هذه المناطق هو يرشح أن يكون هنالك نزوحا آخرا من قبل السكان في هذه القرى، وبالتالي أي نزوح من هذه المناطق سيرشح بشكل سريع القوات الإيرانية لكي تتقدم إلى هذه المناطق، خاصة أن هذه النقاط التي نتحدث عنها هي تأتي على مسافة ما يقارب 15 كيلومترا فقط وصولا إلى ناحية سيدكان، والضربات والعملية العسكرية الإيرانية في إقليم كردستان هي تأتي على عمق ما يقارب 20 كيلومترا، أي ما بعد سيدكان، هذه الضربات العنيفة التي نسمع بها يوميا. على هذا الأساس فعلا الأمور في تصعيد خطير، بل إن الضربات أيضا كانت فيها تفاصيل من شبكة رودا والتي نتحدث عنها مرة أخرى، تحدثت بشكل واضح أن هنالك نقطة بهذا الاتجاه وهي إحدى الوديان، وهي وادي الزرزي الذي يتواجد في بارادوس تحديدا، هو الذي طبعا تعرضت هذه المنطقة إلى ضربات مدفعية تقع إلى شمال غرب سوران التي ترونها هنا، تعرضت إلى ضربات مدفعية، وأيضا أدى هذا الأمر بحسب التفاصيل التي نشرت إلى عملية نزوح السكان من 6 قرى إضافية، ولم يبقى أحد في هذا الوادي أو في هذه المنطقة التي ذكرناها. وعلى هذا الأساس لم يبقى إلا قوات البيشمركة وحرس الحدود الذين يتواجدون بهذا الاتجاه. المنطقة التي أتحدث عنها هنا
هي ما يقارب وتأتي على مسافة 45 كيلومترا بين الحدود من الحدود الإيرانية طبعا إلى الداخل هنا بهذا الاتجاه. على هذا الأساس الموقع فعلا قوي جدا بالنسبة للإيرانيين، وبما أنهم دخلوا على المستوى البري هو يفتح البوابات بالنسبة إليهم للدخول بشكل أعمق إلى هذه المنطقة، وهذا ما ذكر من تصريحات لأحد القيادات في القوات البيشمركة بهذا الشكل كما نقلته روداو عن هذه التفاصيل. آمر قيادة هيلكورد لقوات البيشمركة بهرام ياسين أوضح لشبكة روداو الإعلامية أن القوات الإيرانية توغلت بعمق أكبر نحو المناطق المأهولة في ناحية سيدكان، وهذا يعني باختصار كما نلاحظ من هذه الحسابات التي وضعناها الآن بأن إيران تعمل على ما يبدو بخلق بفر زون أو منطقة آمنة كما تفعل تركيا، وكما فعلت تركيا في قفل المخلب أن تغلق المنطقة تخلق منطقة آمنة وتستمر بضرب الأطراف المعارضة وهي حزب العمال الكردستاني، لكي لا يستخدم حزب العمال الكردستاني الأراضي العراقية لكي يقوم بعملياته في الداخل التركي طبعا. وعلى هذا الأساس يبدو بأن إيران تبحث عن نفس هذه المسألة لكي وبحجة أن هذه الأطراف وتمنع هذه الأطراف من عملية التدخل في هذه العملية. المشكلة أن مسألة التقدم البرية التي نتحدث عنها الآن وتحدثت عنها شبكة روداو بشكل واضح وبالتفصيل وبالأسماء لقيادات قوات البيشمركة الذين صرحوا عن هذا الأمر هي تأتي بعد يوم واحد فقط هذا الاقتحام من زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي إلى أربيل إلى أقليم كردستان، التقى بالسيد مسعود البرزاني بالسيد مسرور البرزاني بالسيد نجرفان برزاني، كلهم التقى بهم وصدرت بيانات بأنهم ناقشوا مسألة الاعتداءات الخارجية التي تأتي على داخل إقليم كردستان إن كانت التركية وإن كانت الإيرانية، ناقشوا هذه المسائل. كذلك هذه العملية البرية هي تأتي متزامنة مع تصريحات مثيرة شهدها العراق بل العالم بأكمله من مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جين بلاسخارت لمجلس الأمن الدولي، وكذلك من نائب المندوبة الأمريكية هو ريتشارد ميلز أيضا لمجلس الأمن الدولي، طالبوا إيران بإيقاف هذه العمليات التي تقوم بها في الداخل العراقي مع تركيا، وقالوا بأنه يجب أن يكون هنالك حد وإيقاف لهذه العمليات العسكرية والضربات التي تأتي لإقليم كردستان، ولكن لا تغيير أبدا بل أن التصعيد ليس فقط من إيران هو قادم أيضا من تركيا بشكل خطير. هذه التفاصيل التي نتحدث عنها هي تضر تماما بكل الجهود التي عملت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الكونغرس الأمريكي منذ 15 من أغسطس الماضي. طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يجد حلا لما يجري لمسألة الطاقة في إقليم كردستان. في مارس الماضي إيران ضربت بالصواريخ البالستية أربيل مستهدفة مجموعة كار التي هي طبعا لديها صفقة مهمة للغاية لمجموعة كار مع الشركات التركية من أجل تصدير الغاز من داخل إقليم كردستان إلى تركيا إلى أوروبا بعد ذلك. وأيضا المطالبات التي جاءت من الكونغرس هي بسبب أن الفصائل المسلحة أيضا دخلت على الخط وبدأت تستهدف مناطق ومراكز الطاقة الموجودة مثل حقل دانا على سبيل المثال الذي يتواجد في هذه المنطقة التي ترونها، وبدأت الشركات الأمريكية تشكو من هذا الأمر بأنهم غير قادرين على هذا الأمر، والخطة الأساسية هو عملية تعويض مشكلة الغاز التي تأتي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأن تكون إحدى الحلول هي قادمة من إقليم كردستان أن تتم الاستفادة من الغاز الموجود في إقليم كردستان في العراق بشكل عام وأن يتم تطوير هذا القطاع بشكل أكبر. إيران الواضح تماما بدأت هذه الضربات بحسب الكثير من التقارير التي صدرت منذ مارس الماضي حتى يومنا هذا، بدأت بهذه الضربات لأنها تريد أن تبقي الباب مفتوحا لسيناريو فشل المفاوضات النووية، لأنها تعتمد على الغاز الطبيعي الموجود في العراق، هي تعتمد في مسألة بيع الغاز الطبيعي الإيراني إلى الداخل العراقي لكي يشغل الكهرباء ويستفد منها طبعا، وبالتالي استقرار العراق بهذه المسألة سيعني عدم شراء الغاز، يعني أن العراق لا يهمه الأمر بالنسبة إليه. وعلى هذا الأساس واضح أن هنالك قطع للطريق بهذه الطريقة. جهود التي كانت قادمة من الكونغرس الأمريكي دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ضربات الفصائل الضربات الإيرانية شكوى الشركات الأمريكية، أرسل فعلا الخارجية الأمريكية، بعد ذلك أرسل وفدا أيضا من وزارة الدفاع الأمريكية إلى بغداد إلى أربيل، وكانت هنالك نقاشات وتوقيع أيضا اتفاقية مع قوات البيشمركة مع وزارة الدفاع الأمريكية،
وأيضا في نفس الوقت أن هنالك تقريب وجهود لتقريب وجهات النظر بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في هذه المسائل المختلف عليها، ولكن الواضح جدا أن الآن إيران تقدمت بريا كما نتحدث، وتحدثت رودا تقدم بري تركي في هذه المنطقة، الطائرات المسيرة في كل مكان، الصواريخ، وأيضا على المستوى المدفعية أيضا هي تعمل من قبل الطرفين، تبدو البيئة غير صالحة للعمل وللاستثمار مع الأسف بالنسبة لإقليم كردستان طبعا بسبب هذه الأحداث، وطبعا بالنسبة للشركات الأمريكية. المشكلة أن من الممكن للظروف التي تأتي والتي نتحدث عنها في الإقليم ممكن أن تزداد سوءا، ممكن أن يزداد عنفوان إيران على إقليم كردستان في الفترة القادمة، وذلك لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن على وشك أن يفرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب طبيعة تعامل الحكومة الإيرانية مع التظاهرات الموجودة في الداخل الإيراني. وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أن هنالك قمعا لهذه التظاهرات وانتهاكات لحقوق الإنسان، على هذا الأساس هو يريد فرض عقوبات على هذه المسألة، وهذا كان واضحا قبل يومين، كان صادرا من البيت الأبيض بهذا الشكل، هذا البيان الذي توعد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات خلال هذا الأسبوع. لا نعلم اليوم غدا أو بعد غد سنستمع إلى هذه العقوبات. أيضا أوروبا دخلت على الخط في مسألة فرض العقوبات، وبأننا نترقب كيف ستكون هنالك عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في مسألة مواجهة هذه التظاهرات التي تأتي في الداخل الإيراني. وهذا يعني باختصار بأن هذه العقوبات جاءت من الرئيس الأمريكي ومن أوروبا على النظام الإيراني قد تشجع المحتجين بشكل أكبر للتصعيد في الداخل الإيراني، تزيد من عنفوان إيران في هذه المنطقة، لأنها تقول إيران أن هذه العملية والتظاهرات هي تأتي بقيادة أحزاب خارجية، الولايات المتحدة، إسرائيل، بريطانيا، كلها تقود هذه العمليات بحسب ما تحدث المرشد الأعلى مؤخرا عن ما يجري طبعا في الداخل الإيراني. والمشكلة أن عقوبات مثل هذه من الولايات المتحدة وعقوبات أيضا من أوروبا هي مشكلة بالنسبة للاتفاقية النووية، إيران تريد رفع العقوبات لا تريد زيادة العقوبات عليها. على هذا الأساس فعلا هذا الاتفاق النووي والعودة إليه ستكون في خطر في الفترة القادمة مع هذه العقوبات التي قد نراها في الساعات القادمة أو في اليومين القادمين. أيضا بأن هذه الاتفاقية في خطر كبير للغاية بسبب مسألة مرتبطة بين إيران وبين الحرب الروسية الأوكرانية، فبالنسبة إلى إيران الآن اتضحت صورة الطائرات المسيرة بشكل واضح الآن خلال 24 ساعة الماضية، بأن إيران كيف أنها زودت روسيا بالطائرات المسيرة رغم النفي الروسي ورغم النفي الإيراني حول هذه المسألة. الواشنطن إكزامينر قد كشفت بأن الجيش الأوكراني تمكن من السيطرة على إحدى الطائرات المسيرة الإيرانية التي زودتها إيران إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، ضبطوها وهي في حالة تبدو سليمة للغاية، وهذه وسائل الإعلام الأوكرانية بل إنهم التقطوا صورا لهذه الطائرة المسيرة. هذه الطائرة المسيرة التي تلاحظونها، لاحظ هذه الطائرة المسيرة التي ضبطها الجيش الأوكراني وأن القوات الروسية تستخدمها بهذا الشكل. وكما تلاحظون من هذا الشكل لهذه الطائرة، من هذه الصورة، من هذه الزاوية، هي تبدو مألوفة للغاية، هي بالضبط نفس التصميم ونفس الشكل، بل هي طائرة مهاجر 6 الإيرانية تحديدا كما تلاحظون. الفرق فقط هو الاسم، اللون، الشكل، هذا هو ما اختلف في هذه المسألة. بل حتى الصواريخ كما تلاحظون هنالك صاروخا يأتي بهذا الاتجاه كان واضحا بالنسبة للطائرة، هذا صاروخ ولكن الصاروخ الآخر قد سقط أو قاموا بعملية فك هذا الصاروخ. عندما نرى هذا الصاروخ الذي التقطوا له صورا بالنسبة للقوات الأوكرانية، هذا هو الصاروخ كما تلاحظون الذي هو موجودا في الطائرة، يتطابق تماما مع صاروخ طائرة مهاجر 6 المعروض والذي عرضته إيران بهذا الشكل كما تلاحظون، نفس التصميم نفس الشكل لم يتغير أبدا، وهذا معنى بأن مهاجر 6 الإيرانية موجودة في روسيا وتستخدمها في الداخل الأوكراني، وهي تضاف إلى صنف آخر من الطائرات المسيرة الإيرانية التي ظهرت منتصف الشهر الماضي في 18 من سبتمبر الماضي. جناح هذه الطائرة التي تلاحظونها الروسية ضبطوها في كوبيانسك الموجودة طبعا في أوكرانيا، ضبطوا هذه الطائرة، ضبطوا هذا الجناح الذي تلاحظونه وقارنوه
بجناح لطائرة مسيرة إيرانية، كما تلاحظون تم عرضها في إحدى الاستعراضات العسكرية الإيرانية في عام 2021 لشاهد 136 الإيرانية المفخخة، وطبعا وجدوا تطابق تام لهذه المسألة. وبالتالي نحن نتحدث عن هذه الطائرة التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر وتتمتع بدقة عالية في ضرباتها، بل إن الأوكرانيين أيضا التقطوا صورا لهذه الطائرات وهي تستخدم من قبل روسيا في الداخل الأوكراني. لاحظ تطابق تام لطبيعة الشكل وللشيب لهذه الطائرة المسيرة التي نتحدث عنها، بل إن يوم أمس شاهد 136 التي نتحدث عنها عملت بشكل فعال من جنوب أوكرانيا، في إشارة إلى أن شبه جزيرة القرم قد تكون هي النقطة التي انطلقت منها شاهد 136. التقارير الغربية تحدثت أن 16 طائرة من طائرات شاهد 136 المفخخة اتجهت إلى أوديسا، اتجهت إلى منطقة دنيبرو وضربتها، وكذلك إلى منطقة تقع بهذا الاتجاه إلى جنوب العاصمة الأوكرانية كييف على مسافة ما يقارب 80 كيلومترا بهذا الاتجاه. ضربتها ضربات عنيفة هذه المنطقة التي ترونها بهذا الاتجاه، إحدى المناطق المهمة الموجودة في أوكرانيا، بل كان هنالك تصويرا للضربات التي حققتها هذه الطائرة المسيرة والطائرات المسيرة. 6 طائرات مسيرة من 16 طائرة التي تحدثنا عنها ضربت هذه المنطقة بهذا الشكل العنيف، تعرفت عليها القوات الأوكرانية وأكدت أن شاهد 136 الإيرانية تستخدمها القوات الروسية بهذا الشكل. وهذا ما يجب أن ننتبه إليه، أن هذه من الممكن جدا أن تكون وتؤدي إلى عقوبات قادمة، خاصة أن الداخل الأمريكي يضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، يجب عليك أن تعاقب إيران، لأن إيران أصبح واضحا تماما أنها تساعد وتمد روسيا من أجل القتال وأن تتحصل على تفوق معين في أوكرانيا في لحظات نتحدث فيها في استخدام المسائل والصواريخ أو القنابل النووية المحدودة القدرة من قبل روسيا والتعبئة الجزئية وضم المناطق والأقاليم الأوكرانية. وبالتالي الموقع خطر للغاية، وهذا ما يهدد مزيدا من العقوبات، ما يهدد فشل الاتفاقية النووية، ما يهدد إقليم كردستان والداخل العراقي.